عادل احمد واش كلمه تنقول لك الا معذب في حياتك ما تعذبنيش معاك انا نقولها لك احمد والله ما معذب والله اخا انت معذب والله ما معذب ما واخذ الزين بحالي ما واخذ الزين راه بصح واش واخذ الزين شفت حمزه جات الولد البارح عمو زريق عمو زريق بغيت طاكوز شداتو كواتو بالعرش محشومه شعله راه ربي واخد فيها الحق راه ربي واخد واخد فيها الحق اللي مرو عندها موسطاش حمد 1000 ريال بابيو حلوه هادي راه محبوبه الجماهير احمد 1000 ريال بس زوينه فيها الكحل وفيها الباج ديالها وفيها البيض ديالها دابا احمد دابا انت واحد القضيه دابا هادشي انت تتشهى وكان شكون رجلي لا يلبسو عمري ما شفت فران عندها بحاو تيضربو في الجليل راه عندك نصر احمد هذيك زيد عندك الفلوس احمد عندك رزقك زيد ثاني يا مال هانتوما صحاب اللحيه ضروري تعدو زيد ثاني مالك اش فيه هاك عندك رزقك ما فيه والو ها ما فيه والو صافي احمد مربوحه مربوحه حي عدل خويا احمد ها الصابو جا وجاني اللي بغى الصابو غدا يجي لي مع 11 ان شاء الله ما يجيش العشيه راه طلعت الطير الله يهديكم الله يهديكم الناس احمد اه فين لي طاي مناش في من 36 حتى 41 ايه الوينات اللي فيه والثمن ديالو 1000 ريال شي يا سيدي احمد اللي بغى السلعه غدا مع 11 ان شاء الله ميبقاش العشيه زريقه هذا الناس تيبيعوا 80 درهم هذا تيبيعوا 80 درهم الصاك هذا وين فيه الفراش هانت راه تنبيعكم الفراشه ديالو ماشي بلا فراشه وشي حاجه شتي هاي راه تيبيعوه ب 70 درهم بحالك وخاوه من الداخل انا تنعطيك الفراشه ديالو ميديكال هاي شتي هاي ميديكال 1000 ريال والله ما تلقاو ب 1000 ريال بالرب والله يعطي الفاطمه شي كسيده يا ربي يا ربي يا ربي هاد النهار واش هي؟ استاذ احمد يا شنو هي؟ هذاك النعامه اللي عندك رجلي الصايه هذيك رجلي بحال احمد دخل على كابر الله احمد واش تبغيها؟ شنو نقول لك اخويا؟ لا واش تبغيها؟ خصك بوماده الصفرا احمد انت باش تحلوا لك العينين حيد احمد 1000 ريال عادل خويا احمد اش بغاك هاد الايزي احمد حلوه ولا ماشي حلوه؟ حلوه ماشي شي الثمن اسيدي احمد شحال الثمن ديالك؟ الثمن 80 درهم من 40 حتى 44 من 40 حتى 44 حتى 44 شي كيديرها فيها اللوان واش انا تنجيب شي حاجه ما فيهاش اللوان؟ انت احمد في هذه البيضه اللي لابسها انا الشيه من 40 حتى 44 هاي حلوه وفيها الكري ديالها شو كيدير؟ شو السومينه ديالها كيدير؟ وفيها النوار ديالها والثمن ديالها 80 درهم 80 درهم مربوحة مربوحة حيد واللي بغى السلعة غدا الخميس ان شاء الله الخميس ان شاء الله ياك حيد اسيدي عادل احمد هادي خصني نديرها العمارية فوق راسي ميسي هادي الوحيد اللي في العالم دير لها 80 درهم هو انا كاينة الهضرة ولا ما كايناش؟ كاينة مشاو قلبوا عليها جاو خداو من عندي بياسة ومشاو قلبوا عليها وحسبوها لهم 140 درهم جملة عشان ديجا كنت واخد فيها العداد ومخبيها شهر ونص وانا مخبيها هاد السلعه حتى جمعتها كلها وجيت خدام فيها انا ولكن واحد القضيه سيدي احمد اييه هاد السلعه هادي هاد السبر ديالها اليوم غدا ان شاء الله الخميس لا فان ديالها غدا الاخر ديالها لا يجي نهار السبت ولا الحد ما يجبدش هي السبر ديالها لا يجي غدا ان شاء الله الصباح غدا مع 11 ونص اي ياخذها علاش باقي عندي فيها ثلاثه الكراطون احمد اييه باقي عندي هذيك وريهم وهذوك الجوج راه هما هو الايزي هذه وهاد الجوج على هذه على هذه هذا الموديل ها هو ها هذا وقف هاد الشكرا الله يرحمه احمد غنديروا له عماريه انا نزوا فوق العماريه وشكون اللي هز العماريه فاطمه احمد ما تهزاتش فوق العماريه انت يا احمد ما الطعريزه ما تضربتش عليك احمد
خديتيها بولاد احمد. بصح والله باقي ما ضربتها حتى شي تعريجه بالرب. خديتيها بولاد احمد. عندها رحال وعواد وحمادي. احمد غايجيو لها غدادي. كيف ما جاو الاولين راه غايجيو الاخر. 80 درهم احمد. احمد اسمعني احمد. غدا الاخر ديالها. ان شاء الله. راه مشاو قلت لك خذاهم عندي بياسة ومشاو قلبوا عليها ولقاوها 140 درهم جملة. ما سلكاتهمش وجاونا صافي احمد. حيد. اللي بغى غدا السلعه غدا يجي الخميس ان شاء الله. حيد احمد.